سيد صبحي شي هسه نسد هاني نتصور دقون ان شاء الله تغضب من المعدات يصالت نادي الجزيرة. متى انت من دسو متى المعدات تغضب انت متى؟ والله هسه طبعا خسران وضعت غنوا طبعا الفترة التسجيلات لشان كان مجلس الإدارة رئيس النادي بخص بالذكر يعني بارك الله فيه يسعى جاهدا طول عمال أكثر من مدة طويلة في سبيل ما مشينا نحصل في المعدة التهانية. المعدة التهانية طبعا شارة زعم زايد تعتبر في المستوى الدولي يعني ضاعت وهانية لتت الأرضية كاملة صارت الأرضية طبعا اللوح من التصنيف الدولي ديتس العرضات الطائرة ديتس العرضات القواعد من السلت ديتس كل الإمكانيات ما تخص الصالة صارت للعب الرياضية انتمار يعني المعدات متكاملة انصالت متكاملة انصالت واحد التصنيف يكمل دولي طبعا هاتوا غير صالت ان شاء الله صالت واحد خش الصيان بعد ما تتم الصيان ان شاء الله ستوسل الارضية التامة للوح التجديد الارضية خشبية يعني ان شاء الله خشبية التجديد واي ان شاء الله باي ان شاء الله نمي الاحتمالية هذا التركيب ان شاء الله والله يا خور طبعا شنو اللي جبش هنركب ده هاني تقول لك صالت انا الوضع الصالت توت في الصيان طبعا غير نظر ان الأحداث اللي تمر سيس ليبيا تمر بالأخص يعني تعطلت الباقي المشاريع جاهزة انت على أساس انها السواق السيارة تبعت السيارة ان شاء الله تصل الدور الأرضية المعدات استنتجت باي ان شاء الله وليش الخوف وليش الخوف في المواد التهانية تخزين والله يا شيخ اني قال جهدنا بقدر ما نستطيع ان نشني نتوم برقب كان هاي تزر دي الزات كده هاني تقول حاول هاي قص في الناس ان شاء الله حسب طبعا المخزن اللتات ارغاز يعني غرس الخبر دي ما لا يبقى بمضام الا قبل تحاول باذن الله وست صار شيء ان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى سيد صبحي انه يصير استعجال التركيب ذا يدوي النشاط ما كيس نتش قبل يتمنى غرس قبل شنين طبعا تصند الدور من النادي متى يخسيق النادي شيء ما دابينا يعني اذا يدوي الامن الاماني ليبيا تدول تمرت ان الامور كويسه وغير نخش شيء اكثر من الرياضه اللي ليها تر الشباب غير نخش الرياضه اللي انت تعتبر الشريان المنفسي الشباب المقول يعني ان شاء الله نتمنى يعني نتمنى يا رب شكرا سيد صبحي ان شاء الله ربك يعاون بارك الله فيك شكرا نشكرك.